صباح الخير يا دينا، واهلا بيكي. وبالفعل انا هنا في منطقه الزمالك وفي شارع البرازيل المتفرع من شارع 26 يوليو تحديدا. انا في او امام عقار رقم 17 اللي هو الشهير بعقار عماره الشربطلي. النهارده وزاره النقل يعني بتشهد عوده سكان عماره الشربطلي لشققهم، وكمان وزير النقل كامل الوزير بيقوم بجوله في اعمال الانشاءات هنا في محطه صفاء حجازي. يعني خليني اقول لك سريعا ان عمارة يمكن تعرضت لأضرار في يوم 26 يوليو اللي فات بعد هبوط أرضي بسبب أعمال إنشاءات هنا في المترو، وعلى طول يعني وزارة النقل يعني كلفت بنقل السكان وتعويضهم عن الفترة اللي فاتت، وكلفت لجنة هندسية من كبار أساتذة كلية هندسة بأعمال الترميم للعمارة هنا، ويمكن عملوا صب خرساني في الدور الأول وقواعد العمارة بحيث أن هي تكون متينة جدا. وكمان لاطمئنان السكان قامت وزارة النقل بشراء شقة هنا في عمارة الشربطلي، اشترت شقة في الدور الأول كرسالة طمأنينة لسكان العقار. النهاردة بالفعل يعني رجع سكان العقار تاني لشققه، ويمكن هم دلوقتي موجودين في منازلهم وفي غرفهم بسلام. ده بالنسبة لعمارة الشربطلي. كمان عايز أقول لك إن بالنسبة لمحطة صفاء حجازي اللي الوزير كامل الوزير هيجي كمان شوية يتابع أعمال الإنشاءات هنا في محطة صفاء حجازي، هي محطة بتبدأ من أو مترو الزمالك عامة هو تابع للخط الثالث المرحلة الثالثة، وبيبدأ من عند محطة العتبة مرورا طبعا بجمال عبد الناصر لغايه ماسبيرو، وبيمر بمحطه صفاء حجازي، وبعد كده بينقسم لفرعين، في فرع بيتجه للكتكات وبينتهي في امبابا، وفي فرع ثاني بيكمل في طريق وادي النيل وجامعه شارع جامعه الدول العربيه، وبينتهي في محطه انفاق جامعه القاهره اللي بيلتقي في المرحله الثانيه من مترو الانفاق. طبعا يعني ربط القاهره والجيزه بمحطات لمترو الانفاق بيسهل بشكل كبير جدا عملية الانتقال، وبيخفف التكدس اللي ممكن بتشهده هنا منطقة الزمالك والشوارع المحيطة. يعني دي صورة إجمالية هنا دينا بالنسبة لأعمال الترميم وأعمال الإنشاءات هنا في محطة صفاء حجازي، وإحنا دلوقتي في انتظار المهندس كامل وزير إنه يجي ويقوم كمان بمتابعة أصحاب العقار أو أصحاب الشقق هنا في عمارة الشربطلي، ويطمن إن هم يعني دخلوا شققهم بسلام وإن كل شيء تمام. يعني إليكي دينا في الاستوديو بعد يعني هذه النقاط، وليكي اي لو ليك في اي استفسار انا معاك. انا بشكرك يا احمد، واحنا كمان هنتابع معاك مره ثانيه وصول السيد الوزير. اللافته لطيفه في حد ذاتها، وفكره الاهتمام الشديد مش بس باننا نقول الخبر انه حصل في العماره تصدع لانه كان خبر جلل وحاجه مهمه جدا، لكن متابعه التنفيذ واعمال التنفيذ انا بشكرك عليها. بشكر كمان زمايلنا اللي رصدوا من خلال الكاميرا اعمال الانشاءات قد ايه واضح انها حجم كبير من الاعمال، يعني تطبيقا لفكرة أنه يتم الانتهاء منها بسرعة شديدة. أنا بكرر شكري ليك يا أحمد، وهنرجع لك مرة تانية عشان بعد وصول سيد الوزير عشان نكمل حوارنا ونشوف المتابعة دي هدفها إيه، هنكمل إيه، وإيه كمان انطباعات الناس بعد عودتهم لبيوتهم بالسلامة.